هناك من يقول أن إسرائيل سوف ترد، ولكن بمحاذير محددة، هو عدم انجرار المنطقة لحرب أوسع، وأن تبقى إسرائيل في مساحة آمنة مع واشنطن. هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا طبعا، لانه اولا الحرب هي مش لعبه نينتندو او العاب تلفزيونيه. الحروب امر يمكن ان تحدث فيها اخطاء كثيره جدا تؤدي الى ما يسمى بال unintended consequences او التبعات غير المحسوبه لاحداث قد تجر العالم الى احداث كبيره. يعني الحرب العالميه الاولى كان سببها مقتل في سراييفو، يعني حدث صغير جرى العالم كله في حرب كبرى. يعني يمكن لهذه الأحداث أن تنزلق، ليس هناك قدرة لكثير من الدول في الإقليم أن تمنع هذا الانزلاق، وخصوصا أن القوى المهيمنة هي قوى قادمة من بعيد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كل ما لديها في الإقليم مجموعة أساطيل في البحر وحاملات طائرات وبعض الصواريخ التوماهوك، والتي رأينا قوة صغيرة بدائية مثل قوة بدر الدين الحوثي أجبرتها على الخروج، أجبرت المدمرة الفرنسية الخروج من باب المندب. فكل شيء وارد، مسألة الانزلاق إلى الخطر وارد جدا، ووارد من لاعبين صغار في أي لحظة. مسألة التحكم في سير الحرب والقدرة على الحفاظ على ضبط النفس بالمعنى تلعب جيم تلفزيوني، فلا أعتقد أن هذا الكلام، يعني الناس اللي بتكرره وبتدخل حاجات مش مظبوطة يعني.